بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. لو الفيديو عجبك يا ريت تشترك في القناه، لو الفيديو ما عجبكش انزل اشتم اليوتيوبر صاحب الفيديو، الموضوع اسهل من السهوله. حضرتك مستر سعيد شيبة المدير الفني للمنتخب المغربي تحت 17 سنه قرر ان هو يطلع يتكلم على المباراه بتاعه منتخب ايران بكره ان شاء الله اللي هيلعبوها في دور ال 16 في كاس العالم تحت 17 سنه في اندونيسيا. كابتن سعيد شيبة عنده مباراة بكرة صعبة قدام منتخب ايران، ومنتخب ايران لا مؤاخذة يعني الناس كلها عمالة تتكلم في اعمار اللعيبة، عمالة تتكلم في ان اللعيبة 17 سنة وعندهم دقن، والرجالة بسم الله ما شاء الله يعني الاعمار بتاعتهم كبيرة شكلها. وطبعا يا معلم مش هنقعد نتكلم بقى على ان الفيفا بتراقب والكلام الكبير بتاع ان ما ينفعش لاعب يخش البطولة من غير ما يكون معمول له كشوفات ومعمول له حاجات كتير تثبت ان هو في سنه الحقيقي، والا هتبقى فضيحه كبيره للاتحاد ده، لان احنا مع احترامي احنا مش ماشيين هنا في قطاعات، ماشيين عندنا في مصر، والناس بتروح تضرب كرنات في العتبه، فعيب الكلام ده يا اخوانا. موضوع الاعمار ده كابتن سعيد شيبة قرر ان هو يطلع يتكلم في المباراه، وقال لك كابتن سعيد شيبة في تصريحات صحفيه على هامش اخر حصه تدريبيه للمنتخب المغربي: نحاول ان نجد الطريقه المناسبه للعب امام كل الخصوم، وسناخذ المباراه من الجانب الذي يناسب امكانياتنا. اتمنى ان هو يكون الجانب المهاري، واتمنى ان الجانب ده يكون على الاطراف وتقدر ان انت تعمل حاجه محترمه قدام منتخب بيلعب 4-4-2 وبيقفل الاطراف بشكل كبير وبيقفل عمق الملعب. فاتمنى ان انت تاخد المنتخب الايراني على الاطراف وهي نقطه قوتك، وهي ناحية أونير وناحية محمد حموني. سنحاول أن نكون جيدين على مستوى جميع الجوانب، لأنه عند الوصول إلى أدوار خروج المغلوب يجب أن تكون جاهزا على جميع المستويات، سواء الصراع البدني وكذلك تنظيميا. كابتن سعيد شيبة من المدربين اللي بيهتم جدا بالشغل البدني وبيهتم جدا بالكلام عن العامل البدني. نتمنى لكابتن سعيد شيبة أن العامل البدني بكرة إن شاء الله يكون في صالح المنتخب المغربي. سنحاول أن تكون نجاح حاضرة بشكل أكبر في هذه المقابلة، لأنه كلما تقدمنا في المنافسة كلما كانت المباراة صعبة والفرص تصبح أقل. معلش يعني مفهوم النجاح ده الناس كتير بتتكلم عن النجاح الهجومية، اللي هو المؤاخذة يعني إنك تحاول تستغل الفرص بقدر الإمكان، وإن المؤاخذة يعني لو جات لك فرصة تخلصها في المباراة، ودي النجاح إن الفريقة بتاعتك تبقى قادرة إن هي تسجل من نص فرصة، ودي حاجة نوعاً ما المدربين بيدوروا عليها علشان خاطر نوصل لمرحله الكمال في عالم كره القدم. لكن للاسف لسه ما حدش لقى المرحله دي، وهي مرحله النجاعه، وان احنا اللي يخلق فرصه يسجل هدف، واللي يخلق نص فرصه يسجل هدف، واللي يخلق فرصتين يسجل هدفين. لسه ان شاء الله بتحصل في ماتشات، ولكن في ماتشات تانية بتلاقي الدنيا ما بتحصلش، وبتلاقي الفريق بيضيع فرص وما بيسجلش اهداف حتى لو عنده فرصتين او ثلاثه قابلين للتسجيل. ولكن نتمنى ان كابتن سعيد شيبة يوصل لمفهوم النجاعه التهديفيه والنجاعه الهجوميه، وان يكون في شكل مثالي لاستغلال الفرص امام مرمى الخصم. سنحاول عدم خساره الصراع البدني بسهوله، يا رب يا كريم، لان منتخب ايران من المنتخبات المميزه جدا بدنيا، ولو انت كسبت معاها الصراع البدني وكسبت معاها الثنائيات وكسبت معاها السكند بول اللي هي الكره الثانيه او الكره الطايشه في نص الملعب، الدنيا بالنسبه لك هتكون افضل بكتير. المقياس سيكون هو الجاهزيه الكامله للاعبين من اجل خوض مباراه قويه وفرض اسلوبنا في مجموعه من الفترات. نتمنى كابتن سعيد شيبة يفرض ايقاعه في الملعب على المنتخب الايراني، ونتمنى منتخب المغرب يفوز في الثنائيات، ونتمنى يكون في نجاح. الراجل اتكلم عن نجاح التهديفيه واتكلم عن العنصر البدني والعنصر التنظيمي. نتمنى ان شاء الله ان المنتخب تنظيميا بكره يكون حاضر، وبدنيا يكون حاضر، ونجاح هجوميه تكون حاضره. ونتمنى ان احنا نكون عجبناك في نقل تصريحات مستر سعيد شيبة، ونتمنى ان بعض المفاهيم تكون وصلناها لك بالشكل المناسب. ونتمنى لو الفيديو عجبك تنزل تشترك في القناه، ونتمنى لو ما عجبكش تنزل تشتم صاحب الفيديو.